جلالة دي مدينة عالمية من الجيل الرابع بتتنفذها الدولة، فيها كل المميزات وتكلمنا عنها كتير، ويقدر المشاهد يخش على صفحتنا على اليوتيوب كابيتال هاوس أو يجي لنا الشركة نشرح له جلالة كلها. بس عشان وقت المشاهدين وعشان الناس اللي بتفكر في الاستثمار، احنا عاملين حاجة بسيطة جدا. احنا عاملين حضرتك رقم واحد ان انت هتدفع 20% من قيمة الوحدة. تمام. هتكسب من اول يوم دفعت 20% هتاخد عليها عائد 20%. يبقى انت دفعت 20% هتاخد عائد، تمام، استثماري بصوره خصم بديهولك بشيكات 20% في السنه. تمام. هاجي السنه اللي بعديها هدفع 20% واللي بعديها 20% لغايه لما المبلغ يخلص، يبقى 25 يعني. كل مبلغ هدفعه هاخد عليه 20%، فاذا انا بكسب يومي. تمام. ده كده انا انضم يعني 20% من قيمه الوحده نفسها كسبتها قبل ما اجي اتعاقد مع بيتر هاوس. عندي وحده سعرها بيزيد، عندي كل جزء هدفعه وهاخد عليه، كل 20% هدفعهم هاخد عليهم عائد 20%. مش بس كده بقى. نرجع بقى للاهم. ايه بقى؟ ان دي حضرتك مدينه، طبعا الفرق ما بين ليه اقول ان مثلا المكان ده مميز وبيزيد كتير، اصل الطلب كتير. أيوة. عليه، تمام. المكان ده الطلب اقل. ليه الطلب هناك بيزيد؟ لان هناك في مشروعات كبيره جدا عاملاها الدوله، وانا كمستثمر ابص عليها زي جامعه الجلاله مثلا. جامعة الجلالة، تمام، دي من أعظم يعني الجامعات اللي اتعملت في مصر، وربما هتكون أفضل جامعة هتبقى موجودة في مصر. جامعة الجلالة. جامعة الجلالة. جامعة الجلالة دي أنا طبعا مش متخصص، بس اللي أنا عايز أقوله لكم هو تخصصات مش موجودة في الشرق الأوسط كلها، تعادل أكتر من جامعة، يعني هي نفس كأنك بالظبط بتاخد شهادة من أكتر من جامعة. حد هيسألك يقول لك أنا إيه علاقتي بالجامعة؟ أنت بتكلمني على شاليه، أنا علاقتي بالجامعة إيه؟ تمام. لما جم يعملوا المدينة دي عملوها سياحية علاجية تعليمية. مدينة سياحية هتارجت السائح، مدينة علاجية هتارجت السواح اللي عايزين السياحة اللي هي اسمها العلاجية. اللي هو جاي يتعالج، تمام؟ وكمان الدراسية إن ما عندكش تخصصات، يعني في تخصصات نادره مش موجوده الا في الجامعه ديت، فانا جاي من دول عربيه، انا جاي من جميع محافظات مصر ليها، تمام. وعلى فكره هي مش جامعه صغيره، دي جامعه من اكبر الجامعات، ولسه فيها كليات تانية هتتفتح وهيزيد عدد الكليات. يعني بالظبط فيها 15 كليه دلوقتي حاليا. تمام. ال 15 كليه دول تقريبا، ومش ده كاباسيتي قليل، تمام، حوالي 5000 طالب، ده غير الدكاتره غير الموظفين. أكيد العدد ده هيزيد المرة. يقال إن الكباستي بتاعها ممكن يوصل لـ25,000. ما فكرة